مبروك طبعا على الميدالية الله الذهبية. يخليك. السباحة أنا سامعة إنهم عاملين شغل جامد جدا في دورة الألعاب، والله وهو كام ميدالية حققها المنتخب في اتحاد السباحة؟ في السباحة بالذات احنا محققين 41 او 42 ميدالية، حوالي نص الميداليات اللي اتحققت دلوقتي، فده طبعا من الانجازات اللي عمرها ما حصلت في تاريخ طبعا السباحة. من 93 41 ده رقم كبير جدا طبعا طبعا يعني. منهم 14 ميدالية ذهب. اخر مرة في الدورة الالعاب الافريقية في كونغو كنا انا ما كنتش موجود ساعتها، بس المنتخب المصري في السباحة حقق 9 ميداليات او 10 ميداليات ذهب، فان في 5 او 4 ميداليات زيادة دي طبعا حاجة طبعا كبيرة جدا. قولي اللي حققوا هذه او حققوا البطولات دي تحت سن معين، يعني انتوا سنكم من ايه لقد ايه؟ هو لا هو دي البطولة، الدورة عامة دورة الألعاب الأفريقية بتكون سن عام، يعني ما فيش ناشئين أو هي كلها كبار، كأن مثلا كأس أمم أفريقيا، فأهميتها كبطولة بتكون لأفريقيا بالذات، هي أحسن وأقوى بطولة في أفريقيا. فاحنا الحمد لله محققين أرقام على ناس كبار جدا في العالم، ناس راحت أولمبيكس وكانت توب 8، وكان ناس يعني عمالقة في العالم. علي انت عندك كام سنة؟ 23 قولي واخد ميدالية ذهبية اه في، انت بتقول هي يعني او هي طبعا احنا عارفين هي من افضل واقوى البطولات في افريقيا.